بس معانا سكايب من المغرب، اتفضل. حليمة دهوي صحفية مغربية بإذاعة ام اف ام. الو. الو، السلام عليكم. عليكم ريتو السلام. شيح، صحفية، يعني صحفية بموقع انفو سبور. اهلا منورانا وسهلا، يا حليمة، اهلا بيكي. منورانا، وديما مغرب، مرحبا. والف الف مبروك ليكو كمغاربة، ومبروك لينا طبعا طبعا. كعرب. سمعانا حليمة شكرا معانا؟ سامعانا؟ جزيلا وسمعاكي يعني جيد. شفتي ازاي تأهل منتخب سمعك المغرب للمربع مبروك الذهبي للشعب المغربي. لأول مرة؟ بطبيعة الحال يعني هي فرحة وفخر لكل المغاربة وكذلك كل العرب والأفارقة على هذا الإنجاز التاريخي الذي يعد يعني إنجازا فريدا خاصا لكل المغاربة والعرب، وليس لنا فقط نحن كمغاربة. يعني التأهل التاريخي الذي حققه أسود الأطلس أمس على منتخب البرتغال سيغير كثيرا العقلية العربية والإفريقية، خصوصا عندما نواجه المنتخبات الكبرى الأوروبية. يعني بعد التأهل جاء هذا التأهل على عن جدارة واستحقاق وليس وليد الصدفة. يعني مظبوط. مبروك للشعب المغربي ككل، مبروك لنا كعرب، ومبروك لنا كأفارقة على هذا الإنجاز والوصول للمربع الذهبي للكأس العالمية. عايزاكي تكلمينا بقى كده عن الأجواء عندك في المغرب. احكي لي كده الأجواء عندك في المغرب من امبارح للنهاردة عاملة ازاي؟ صراحة الأجواء رائعة جدا، الشوارع مكتظة عن آخرها، الكل حاضر بالمدن، مدن المملكة المغربية من طنجة إلى الجويرة، كل شيء يعني الكل حاضر بقوة ويشجع المنتخب المغربي ويساند أسود الأطلس على هذا الحدث التاريخي والإنجاز الفريد، والكل سعيد جدا بالأداء الذي يقدمه المنتخب المغربي في المسابقة العالمية، خصوصا عندما يواجه الكبار والذي حد شيئا ما من العقدة التي كنا نفكر فيها نحن كعرب، نحن كمغاربة وأفارقة عندما نشارك في المسابقة. يعني لن نشارك فقط من أجل المشاركة، لكن أكد المنتخب المغربي أننا نحن كعرب وكأفارقة كما قلت قادرين على مجابهة الكبار، قادرين على الوصول للمربع الذهبي، ولما لا التتويج باللقب. نحن كمغاربة أصبحنا يعني لن نتمنى فقط، ولكن نؤمن متأكدين بأننا إن شاء الله. قادرين على تحقيق اللقب، لماذا؟ إن شاء الله. حليمة، شايفة إزاي مواجهة منتخب إن شاء الله المغرب لماذا قدام فرنسا في النصف النهائي؟ وهتدعموا المنتخب بصراحة إزاي؟ يعني المقابلة جد صعبة أمام منتخب فرنسا الذي يتوفر على لاعبين كبار كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن نحن كمغاربة لدينا لاعبين في المستوى على غرار كما ظهر بالشاشة بدر بانون العميد السابق لنادي الأهلي المصري يعني المدافع السلطان لفريق القطر القطري، كذلك جواد اليميق، مجموعة من الأسماء الكبيرة، كذلك حارس عارينا ياسين بونو نجم فريق إشبيلية الإسباني. نحن كذلك نتوفر على لاعبين كبار يمارسون في أكبر الأندية الأوروبية وقادرين كما قلت على خلق المستحيل والتتويج لما لا باللقب، خصوصا أننا نحن في المربع الذهبي، يعني نحن من بين الكبار في العالم إلى جانب منتخبات تعتبر الأقوى في العالم كالأرجنتين، فرنسا، وكذلك منتخب كل المنتخبات التي شاركت في هذه المسابقة تعتبر قوية وكانت مرشحة بقوة للظفر باللقب، لكن المغرب كان له رأي آخر، وأبناء وليد الركراكي الذي نشكره من هذا المنبر على تقديمه الدعم ويعني روح العائلة الذي شنها داخل معسكر المنتخب الوطني، وهو الأمر الذي كنا نفتقده ليس فقط في المنتخب المغربي لكن في المنتخبات العربية والإفريقية فيها مسابقات. مظبوط يا حليمة. حليمة دهوي، نورتينا، وألف ألف مبروك كمان مرة لمنتخب مغربي، شرفتينا في الحريفة.